لأهم الأخبار من النبأ. أهلا بكم. قال سفير روسيا في ليبيا إيفان مولتوكوف أن الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تنظيم الدولة في سرت تفتقر إلى الأسس القانونية. وكالة انترفاكس الروسية نقلت عن مولتوكوف قوله إن مسألة توجيه ضربات إلى من وصفهم بالإرهابيين في ليبيا تحتاج إلى اتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي. وحسب الوكالة الروسية فإن السفير رفض التعليق على إمكانية قيام بلاده بتوجيه ضربات مماثلة في حال حصول بلاده على طلب مناسب في هذا الشأن. قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني إن الحكومة الإيطالية ستقيم أي طلب من الولايات المتحدة للسماح لها باستخدام قاعدة سيجونيلا في صقلية لتنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في سرت. قناة آي بي سي الأمريكية نقلت عن جنتلوني قوله إن طلب استخدام قاعدة سيجونيلا سيكون محل اعتبار، وأن البرلمان الإيطالي على علم بأي قرار في هذا الشأن. وحسب القناة الأمريكية فإن جنتلوني وصف الضربات الأمريكية للتنظيم في سرت بالإيجابية. قتل شخص وأصيب اثنان آخران في استهداف سيارة مسلحة تابعة لميليشيات حفتر في منطقة الجوارشة ببنغازي. مصدر تابع لشورى الثوار قال إن سرية المدفعية التابعة للمجلس استهدفت تجمعا لميليشيات حفتر بقذائف الهاوزر بذات المحور، مضيفا أن سرية الهاون التابعة للمجلس استهدفت أيضا تجمعات أخرى لميليشيات حفتر في الجوارشة، مؤكدا أن الإصابات كانت مباشرة. نشد المجلس البلدي بنغازي المتواجد في طرابلس رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المقترح بضرورة التدخل العاجل والتواصل مع الأمم المتحدة لفتح ممرات آمنة للعائلات العالقة بمنطقة جنفودة في بنغازي. المجلس في بيان له عبر عن أسفه لعدم قيام المجلس بإصدار قرار لوقف إطلاق النار في مدينة بنغازي، كما أكد البيان خطورة الموقف إزاء وجود عشرات العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات والتي تتعرض للقصف الجوي. لقاؤنا يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.